ورجعنا لكم تاني ومعانا الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي عشان يرد على كل أسئلتكم واستفساراتكم. بنرحب بحضرتك جدا. ربنا يكرمك يا رب. وبنقول لك إن أنت وحشتنا جدا. ربنا يخليك يا رب. وفي رسالة من سيدة من اسكندرية بجد والله كلمتني في التليفون قالت لي لو سمحتي أنا عايزة أعمل مداخلة معاكم عشان أتكلم عن ذوق وادب. طب كويس مش شتيمه ليه يعني؟ طب الحمد لله مفيش مشكله تعمل. والله بجد قلت لها يعني حضرتك عايزه تستفسري عن اي حاجه؟ قالت لي لا انا عايزه اشكر الاستاذ اشرف على ذوقه وادبه وحديثه الممتع دايما معانا. قلت لها اوكي انا هوصلك ولو قدرتي تتصلي بينا يبقى تشرف تشرف جميل يعني. بص هو اهم حاجه تملي بنقول الاخلاق لازم. هي كده الاخلاق لازم والزعيق مش لازم. ايوه صحيح ابدا. يمكن انا الاسبوع اللي فات زعقت مثلا لابني وبنتي وبتاع ما كانش صح. لا يمكن يكون صح. لا يمكن لا يمكن. التربيه بيبقى فيها عقاب تاني من غير الزعيق. مظبوط. فانا طلعت على القواعد بتاعتي ان انا زعقت لابني وبنتي ما كانش لذيذ يعني ما كانش حاجه كويسه. الاخلاق لازم اخلاق. طب اسالك سؤال. بعد ما زعقت لهم وحسيت ان انت اتضايقت هل يعني مثلا رديتهم؟ طبعا. هو الاعتذار مش وحش. انا ما رديتش اقول اعتذار يعني. هو بس مش كونك تخطئي او تصدري قرارات خاطئه انك تقولي لا مش خطأ. لا الخطا خطا ومش معناها انك يعني تصرفت تصرف ما غلط انك تكبري. مش مكابره. ايوه هو الامور مش اعتذار برضه هو مرضيه. اللي هو يعني تطبطبي على ماشي. انا كنت تعبان. وفعلا كنت تعبان جاي من السفر بتاعه فجاي تعبان. طبعا طبعا. فجاي بيتخانقوا مع بعض بيزعقوا مع بعض بس ما كانتش برضه وصلت بيه ان انا ازعق. معلش ساعات الواحد بيبقى من الشغل ومن انا بقول لك حتى التربيه. يعني حتى التربيه. ايوه انا ابويا كان بنظره عين ببصه. خلاص كنت اشوفه بيضحك اقعد الدنيا ضحكت خلاص اقعد اتدلع. اشوف عينه ما لا بالظبط. وبرده في نفس الامور هو رباني التربيه الحسنه اللي تخليني افضل طول عمري بحتفظ على حاجه واحده على اخلاقي. الاخلاق موجوده خلاص انسي. الاخلاق بتهتز خلاص هتلاقي كل حاجه بقى غلط موجوده. ان انا كسل في الشغل، ان انا ما اعملش شغلي مظبوط، ان انا ما اعملش لكن الاخلاق موجوده هي الرقيب الدائم. الرقيب الدائم على الضمير هي الاخلاق. ده حقيقي يعني. انا حقيقي. فعلا لما بزعق لابني ساعات من نرفزتي بروح اقول له معلش حبيبي انا اسف. ما فيهاش ادنى مشكله خالص. النهارده انت اتخانقتي او شدتي مع حد شغال معاكي وعامل بسيط ولقيتي نفسك بعد 10 دقايق قلتي ما كانش يستحق الكلام ده كله. بعتذر. فيها ايه؟ والله بعتذر يا ستي. مش شرط الاعتذار. تملي كلمه الاعتذار الناس بتتأذى. لا يعني منها. مش يعني مرضيه. رضيه. بس رضيه حتى بضحكه. بالظبط. رضيه حتى يعني ما تزعلش يا فلان خلاص اضحك في وشه. لكن اهم حاجه تاني نقول الشغل حلولنا احنا او حلول البلد ان كلنا نشتغل وكلنا كل واحد يؤدي دوره كما يجب. باتزان بالتزام باحترام باخلاق. ما هي الاخلاق استاذ اشرف داخل فيها داخل فيها كل حاجه. شغلك التزامك بالطريق كل حاجه كل حاجه كل حاجه. طيب معانا ريهام. يا ريهام. ايوه ازي حضرتك. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله حضرتك منوره. يا رب يسعدك يا رب يكرمك يا رب. ربنا يخليك يا مدام هنا. معلش انا كنت بس عايزه اسال الاستاذ على اتفضلي. كان في مشاكل ما بيني وما بين جوزي ورفعت عليه المحاميه رفعت عليه قضيه تبديد عفش. فانا دلوقتي اتصالحنا وكده وبقول لها تنزلي بس هي طبعا يعني مرخمه عليا يعني زعلت بين ان انا اتصالحت معاه عشان بسحب الورق من المكتب بتاعها. فراحت قالت لي بصي احنا القضيه يوم السبت ولازم هو يجي بنفسه في الجلسة عشان يتنازل. قلت لها مش هو المفروض يتنازل أنا اللي موكلاكي. فهي دلوقتي بتقولي لا لازم يبقى موجود. فأنا مش عارفة هل كلامها ده صح هو لازم يبقى موجود ولا هي بتروح تتنازل عشان أنا اللي موكلاها.
هل وجوده المفروض ولا لا؟ هو حكم اول درجه ولا حكم مستأنف؟ لا اول درجه، هو حتى حضرتك ما وصلتش. تمام، اول درجه ولا. اول درجه حضرتك اعملي توكيل خاص لاحد الساده المحامين، يعني محامي تاني اعملي توكيل خاص ان هو يروح يتصالح لزوجك، بس الموضوع خلص. تعملي توكيل خاص بالتصالح في الجنحة رقم كذا، وتديه لمحامي تاني يروح يقدم التوكيل بتاعك. مش عايزة تعملي توكيل تاني، حضرتك هتروح انت المحكمة وتقر التصالح لزوجك، وزوجك في أول درجة مش وجوبي حضوره، في الاستئناف بس اللي هو الوجوبي حضوره. لا وروحي وتصالحي مع جوزك وانسي الكلام ده، واللي يقول لك لا مالكيش دعوة بيه روحي تصالحي. معنا شيماء. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا منال؟ ازيك يا شيماء، عامله ايه؟ الحمد لله والله الحمد لله رب العالمين. موري الله يخليكي. الحمد لله. بصي انا كنت عايزه بس اسال استاذ اشرف، انا عندي المفروض ان احنا انا وجوزي بنجيب شقه. هي ومين؟ هي وجوزها بيجيبوا شقه. نصها يبقى ليا ونصها يبقى لي، يعني يتكتب نص باسمي ونص باسمه، فهو عايز يكتب الاسم انا عندي بنتين، عايز يكتب النص الثاني بالاسم البنتين وانا ابقى راضي عليهم، ينفع؟ هو جابوا شقه وعايزين يكتبوا باسم الزوج وباسم الزوجه، وبعدين هو اقترح انه النص الثاني يكتب باسم البنتين وهي تبقى الوصي عليهم، ينفع؟ طالما هو عايز كده وباسماء بنتين ولادها، ايه المشكله؟ ما يسمح، ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله خالص يعني. ما يعملوا الشقه باسم البنتين على طول لو هو في مشكله بالنسبه له، لكن لو هو المشكله بالنسبه له مش عايز يكتب لها النص وعايز يكتب نص للبنتين، ايه المشكله برضه؟ ما فيش مشكله، يمشي. معانا الاستاذ احمد. الو. الو، اي فندم. استاذ اهلا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، الحمد لله والله. كنت عايز اقول لحضرتك بس حاجه، ان انت جايه جامد قوي على الزمالك، ونفسنا كده تسنديه عشان ان شاء الله ناخد البطوله. والله يا استاذ احمد انا ما فيش حاجه اسمها جايه على الزمالك، ده فريق مصري كان بيلعب بره. كل الحكايه ان انا بهزر مع الشيف حسن، يعني كل ده هزار. وارد ان احنا في الفقره بتاعه المطبخ دي بنهزر ونكف ببعض، لما الاهلي بيتغلب هو كمان بيظبطني يعني. وانا قلبا وقالبا طبعا مع الفريق المصري ايا كان، زمالك، اسماعيلي، الاهلي، اي حاجه. شكرا. يعني الواحد لما يهزر دلوقتي في ناس بتاخد المساله على قلبها قوي خالص. بالعكس، هو الزمالك بيمثل مصر في الماتش الجاي بالظبط كده، يعني ما حدش هيتريق ابدا على الزمالك يعني. مش كده، حتى لو احنا اهلاويه لا يمكن ابدا ابدا نتمنى هزيمه الزمالك ابدا، لا يمكن. وبعدين لا يمكن. انا قلبا وقالبا انا مصريه جدا، لكن في مشاكسات بتحصل، ايه المشكله؟ عادي ماشي. وبيحصل مشاكسات على الفيسبوك اكتر من كده، وفي مشاكسات غلط مش صح سواء من هنا او من هنا، لكن احنا كاهلاويه بنقول بنتمنى التوفيق التملي للزمالك في البطولات الافريقيه والعالميه يعني. في مصر لا بالظبط كده يعني. انا لما بقى في الدوري دي. لما بقى في الدوري لا بنتمنى الاهلي، لكن بره بره الدوري المصري لا طبعا بنتمنى بره مصر طبعا. الزمالك بيلعب او اي فريق بيلعب لا طبعا بنشجع الفرقه المصريه طبعا بالزبط. ما بنشجعش الزمالك، بنشجع الفرقه المصريه. ايوه ده طبيعي. الفرقه المصريه ده بعدين الزمالك ده ما هو يعني ده احنا كلنا هننبسط جدا والله. انا يوم الاحد الجاي قاعد اتفرج مع يعني الماتش مع ناس زملكاويه وناس اهلاويه، وكلنا انبساط ان الزمالك هيلعب في وبنتمنى له الفوز طبعا جدا. بس صعب عليهم، ولكن بنقول يا رب ان شاء الله. قبل كده برضو كانوا اتغلبوا 3 مع فريق التونسي تقريبا، وهنا عملوا ماتش كل مصر وقفت جنب الزمالك بالظبط، وكل مصر اعجبت بفرقه الزمالك، ربنا يوفقهم. فهم غلبوا الوداد 4-0، ما يمكن يغلبوا الماتش الجاي ده ان شاء الله 4-5 و6 بدعوات المصريين كلها ان شاء الله ربنا يا رب يا رب. معانا نانا من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام هالة؟ ازيك يا نانا؟ الله يسلمك يا حبيبتي. بعد اذنك عايزة اسأل سؤال بس. اتفضلي يا فندم تحت امرك. هو انا موضوع يعني شوية غريب، بس انا زوجي كان اتجوز بعد ما قعدنا 18 سنة مع بعض، فهو اتجوز لفترة كده 3-4 شهور ورجع تاني عادي يعني، اتصالحنا ومفيش مشاكل وتمام. بس الزواج ده جاب بنت يعني، هو انفصل قبل ما تتولد.
فالبنت المهم تمام، وجالها نفقه عن طريق المحكمه. فانا زوجي بعد الموضوع ده بسنه حصل له مرض شديد جدا جدا جدا، فهو يعني لا يعمل تماما تماما تماما، وهي صادر لها نفقه وانا بدفعها تمام. بس انا لقيتهم راحوا باعتين تاني قضيه ان يرفعوا النفقه، بعد سنتين كده رفعوا النفقه تاني قضيه. فانا بصراحه انا بدفع معايا اساسا، وانا ماليش دعوه بالموضوع خالص، هو ما عندوش دخل ومريض، والواحد الحمد لله يعني بيصرف وكل حاجه. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيه. بس هي المشكله ان هم انا يعني انا مش عارفه دي بقى شرع ولا قانون، انا يعني اكمل معاهم عادي وهم ياخدوا احكام بزيادات نفقه وانا ادفعها برضو، انا ماليش دعوه بالموضوع خالص اصلا. بس انا كنت مستمره بدفع النفقه عشان ربنا يعني. ده كرم اخلاق منك طبعا. يعني مش دعوه مش طرف تماما طبعًا. يعني هي انا حصل لي مشاكل كتير بسبب الموضوع ده. حاضر استاذ اشرف، خير تعالى. هو يعني اقدم ورق ان هو ما بيعملش اصلا وما عندوش دخل، ولا اسيبهم؟ مش عارفه اعمل ايه بصراحه. قانونا غير ملزمه بالسداد هي خالص. المسؤول على السداد الاب. كويس. ولكن هي بتقول يعني ان هي بتطلعهم اللي ربنا اللي تقدر عليه تطلعه، ولكن هي الصحية مش ملزمه، هي مش ملزمه بالمره ان تدفع. تمام. الملزم هو فتقدر تقدم الشهادات دي كلها في المحكمه ان هو لا يعمل ومريض، ولكن ما نقدرش نقول كده طالما هي بتدفع يعني لربنا. لو هي قادره على لو قادره تدفع. مش قادره خلاص هتعمل ايه؟ بيبقى نوع من الذكاء او بالظبط يعني بالزبط. لكن هي مش ملزمه قانونا، مش ملزمه. الملزم زوجها يعني. تمام تمام. طيب معانا سؤال من سامي حامد بيقول: هل يجوز اقاله رئيس مجلس اداره مؤسسه بناء على قرار اعضاء مجلس الاداره؟ لا لا يجوز. الماده 63 و77 من القانون 159 81 اللي هو الشركات، لا يجوز ابدا بالمره ان مجلس الاداره يعزل رئيس مجلس الاداره. اللي يشكل مجلس الاداره هو اللي يعزله، اللي بيشكل مجلس الاداره الجمعيه العموميه. فالاجتماعات الجمعيه العموميه العاديه هي بتشكل مجلس اداره وهي بتعزل مجلس الاداره او بتشيل وبتحط. لكن مجلس اداره يعزل رئيس مجلس الاداره بتاعه، ده مش كلام خالص يعني، مش قانوني بالمره. فهو لو حصل كده يرفع دعوى بطلان، يعني يرفع دعوى بطلان لان هو مجلس الاداره اتخذ قرار مش من سلطاته. لا مش من سلطاته طبقا لمواد القانون، مش من سلطاته. لا طيب معانا الاستاذ يوسف. الو الو. اي فندم. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، وانا يعني من ضمن المحبين لبرنامج حضرتك. ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا فندم. شكرا. انا ممكن اسال الاستاذ المستشار؟ طبعا طبعا، اتفضل يا فندم. اقول لحضرتك يا استاذ اشرف، امر. انا اخت مراتي كان في تعامل اخوها يعني مع تاجر عشان يضمن حقه، مضى اخته على اصرات امان على بياض. والمهم كان كل يعني كان حتى بيحسب فوائد على المبلغ ده. المهم ادت له، هي كان مضيع على 5 إيصالات أمانة على بياض، ادت له 70,000 جنيه، فادها إيصالين وخلت 3 ايه معاه، ورفع عليها قضية بواحد من 3 اللي عنده، وخدت 2 سنين سجن وكفالة تقريبا 2,000 جنيه. وبعدين في غريبة جدا يعني، حتى الناس اللي بيروحوا لها على طريق الشغل، وانا عارف ان الاجراءات القانونية المفروض ما يروحهاش عن طريق الشغل، يروحها عن طريق محل الاقامة. لا. المهم خدوها مرة وراحت الشرطة تنفيذ احكام، ومأمور هناك قال لها لازم تعملي معارضة تاني يوم، وكتبها اقرار وعملت معارضة فعلا. لدرجة ان انا جبت كتابه وقريته عن ايصال الامانة، فلقيت ان لو واحد مضى على بياض ما بيعتبرش ايصال الامانة. لا خالص، ما بيعتبرش. لا ما بيعتبرش ايصال امانة. فهي دلوقتي خايفة جدا، قلت لها ما تخافيش، لان انت معاكي قرينة، معاكي ايصالين قبل كده. ولما لا هو مش القرينة الايصالين اللي هي اللي قبل لا هو القرينة انك تطعم ان التوقيع تم على بياض. هل بتروح الطب الشرعي؟ طبعا بتروح الطب الشرعي، والطب الشرعي بيثبت ان التوقيع تم على بياض.
دي قرينه، لكن مش القرينه اللي هو الاسرائيلي اللي قبل كده، لا ما بعتبروش قرينه، لان دول هي يعني الماضيه مش حد تاني الماضي. بقول ان في ايصالين قبل كده هي ادالها ايصالين من الخمسه عربيات، دي مش برضه. دي مش قرينه حضرتك الاسرائيلين اللي فاتوا دول، لان هي الموقعه ما فيش توقعات تانيه، فممكن هنا يتقال ان هي عامله الايصالات الامانه دي تاني ليها. فاحنا بنقول تتعب من التزوير، ان كون ايصال الامانه كان على بياض، والطب الشرعي بيقدر يوصل ان الورق ده مبني على بياض. معنا ايمان. ايوه ايوه ايمان. نعم صباح نعم الله عليك. صباح الفل، ازيك يا مدام هاله؟ ازيك يا حبيبتي الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ منور الشاشه. يا رب يسعدك يا رب يسعدك. الله يخليك، انا اول مره طبعا اتكلم حضرتك في البرنامج. يا اهلا بيكي يا اهلا بيكي. يا اهلا بحضرتك. عاوزه اسال الاستاذ اللي مع حضرتك كده وهو منور الشاشه كده، ربنا يخليك. انا ليا مشكله دلوقتي، ان احنا كنا رافعين قضيه تبع الشغل، قضيه تسويه للمرتبات، فجزء الاضاعات وجزء الاحقيه وسووا مرتباتهم وخدوا الفروق، وجزء خد عدم احقيه، مع ان الموضوع واحد والحيثيات اللي بتتكتب في الموضوع واحد وكل، بس قاضي عطى احقيه وقاضي عطى عدم احقيه. هل هو كل واحد يعني من الاضاعه بيحكم كده زي ما هو عاوز؟ لا 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 لا، هي مش كده، هي مش كده. هو ممكن يكون الجزء اللي ما ادوش عدم احقيه ما كانش فيه مستندات كفايه تدل على الكلام ده، او ممكن يكون في اجراءات تتم قبل التسويه، اللي هو مثلا تسويه منازعات مش متقدم فياخد عدم قبول، انت فهماني؟ لكن تقدري تبعتي بس الحكمين وانا اقول لك الكلام ده، لكن ما فيش حاجه اسمها بيدي كده وبيدي كده، لا لا، هو اكيد ادى حقيه للناس اللي اوراقها مستوفيه، واللي اداها عدم احقيه او عدم قبول الورق بتاعه مش مستوفي. معانا استاذ حمدي. الو. الو. ايوه. مين معايا؟ نعم. مش حضرتك طالبنا في البرنامج؟ الو. مساء الخير يا ولد. مساء الهنا. استاذ اشرف، سمحت ممكن اساله سؤال؟ اتفضل يا فندم. ايه؟ اسال حضرتك سؤال. استاذ اشرف. امر. المرة اللي فاتت قلت لي كنت انا المشكلة اللي هو الواحد خبط تحت بعربيته وحط رقم عربيتي ولون العربية مش بتاعتي. قلت له ودي الرقم، ودي البطاقة بتاع المرور. للمكان ولا عمل حاجة، حكم عليها ب 20,000 جنيه تعويض. وانا والله انا عملتها، والله ولا شرطة ولا اعرفه. ايه الحل دلوقتي؟ انت مش يعني انت كنت قلت عربيتك لون والحادثة لون؟ مخالف اللي عمل الحادثة عربيته لونها حمراء. وانت لون عربيتك ايه؟ هو كتب كده في المحضر. يا فندم لون عربيتك ايه؟ نعم؟ لون عربيتك ايه؟ يا فندم؟ لون عربية حضرتك ايه؟ صفرة والتاني حمرا. قلت لحضرتك اعمل فحص وهات شهادة بيانات من الرخصة وقدمه للقاضي. هو ده الصح، مفيش غير كده. طالما عربيتك لون والحادثه ارتكبت لون، ممكن يكون التبس على الامر على الراجل اللي خد الرقم، انه خد رقم عربيتك غلط، لكن تملي اقول رقم العربيه ولون العربيه. قلت رقم العربيه ما قلتش لون العربيه، يبقى هو كلامه صح. لكن النهارده لو قال هو رقم العربيه اصفر هو لونه احمر ورقم العربيه قاله صح، لا يجيب شهاده بيانات ويقدمها لحد القاضي، فالقاضي هيشوف ان اللون ما كانش اصفر قبل كده خالص، يعني هو طول عمره احمر او كانش اصفر وطول عمره احمر. تمام. طب في سؤال من ليندا عفيفي بتقول انها متزوجه من 8 سنين وعرفت فجاه ان جوزها متجوز عليها من 3 سنين، فهل ينفع ترفع دعوه لطلب الطلاق؟ ينفع طبعا. طالما اصابها ضرر ينفع طبعا، بس بشرط ان هو القانون حدد لها سنه من تاريخ علمها. ممكن يكون متجوز من 8 سنوات ولكن هي ما تعرفش، لكن القانون اداها سنه من تاريخ علمها ان هي تفكر هل اصابها ضرر من عدمه. فلو اصابها ضرر لا، من حقها طبعا، من حقها. يعني هي لو هي متجوزه من 8 سنين وعرفت ان جوزها متجوز من 3 سنين، لو عرفت النهارده انه متجوز من 10 سنين من حقها، من حقها بقى. لكن لو هي عرفت من سنتين او من سنه وشهرين ان جوزها اتجوز وبعد سنه وشهرين بتفكر، لا ما ينفعش. القانون بيديها سنه تفكر فيها من بعد ما عرفت، من بعد علمها. طب يثبتوا ازاي بقى انها تثبت بورقه بشهاده الشهود كل الكلام ده؟ طيب معانا مين يا استاذ مجدي؟ استاذ اسامه. الو. الو استاذ اسامه. طيب
حاول حضرتك تتصل بينا تاني. معانا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله والله. ممكن اسال استاذ اشرف بس سؤال؟ طبعا يا فندم تحت امرك. ربنا يخليكي استاذ اشرف، من فضلك احنا كان لنا شقتين من والدي، هو متوفي من 30 سنه، فهو بيقولوا البيت على المشاع، فاخويا جه قال لي اديني 12000 جنيه وقال لي ايه خدي ده حقك من البيت. فجي ناس بعد كده قالوا لي ان هو كده ضحك عليكي، بس هو عمل صحه توقيع قبل ما يديني الفلوس وبيديني 1500 لحد ما اخلصهم. هل ممكن انا اعمل كده اي حاجه ولا كده خلاص حقي راح؟ بص حضرتك، هو العقد شريعه المتعاقدين، طالما اتفقتوا على اتفاق وتم توثيقه بالمحاكم خلاص. ولكن تقدري بقى عايزه ترفعي دعوه اخرى، بس ما يعني اعتقد ان ماده 19 مدني قتلت الموضوع، العقد شريعه المتعاقدين، وهي مضيت بارادتها يعني ما ادخلش عليها الغش ولا التدليس. لو ادخل عليها الغش والتدليس ممكن ترفع وتقدر تثبت الكلام ده بشهاده الشهود او بورق أو أو, او 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 لكن هي مضت عن طوع وبعد كده الحاجه زادت. الكلام ده من 12 سنه او من 30 سنه، قالت من 30 سنه. ايوه، ويمكن السعر كان ساعتها يساوي هذا المبلغ. تمام. طب سؤال من الاستاذ فادي ناصر، بيقول ان عنده قضيه اقر الخصم فيها بمديونيته بمبلغ من المال عن طريق رساله بالفاكس، فهل الرساله تثبت حقيته في الفلوس؟ اه، قانون التجاره الجديد اجاز الفاكسات والايميلات والبرقيات والتليكسات والمسجل بيان الوصول لو استدعى السرعه كده يعني. لان ممكن يبقى في سرعه محتاج تنزليه او تبعتي له جواب قبلها بيوم. ايوه، هتجيبي انذار منين؟ عشان تعملي انذار ويروح ويعمل ويسوي والكلام ده بياخد 5 6 ايام. يكون الحاله انتهت. لكن قانون التجاره الجديد اجاز هذا. تمام. طيب استاذ جمال الاسيوطي بيقول ان واحد كتب له شيك من شهر يناير اللي فات، وكل ما يطالبه بالفلوس يتهرب، فراح البنك عشان يجيب رفض على الشيك في شهر نوفمبر والبنك مرضيش. هل الشيك كده اصبح ملوش لازمه؟ هو من حقه طبقا لقانون التجاره برضو ان هو ياخد افاده من البنك في خلال 6 شهور. بعد 6 شهور البنك ما يقدرش يديله، ولكن يرفع جنح ويطلب من المحكمه التصريح له باستخراج شهاده من البنك هل في تاريخ استحقاق الشيك كان يوجد رصيد من عدم. لكن الشيك ما راحش ولا حاجه. معنا منال. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت عايزه اسال الدكتور لو سمحت. تفضلي. على السؤال في الميراث. اتفضلي. ممكن؟ طبعا تحت امرك. هو احنا دلوقتي لينا ميراث عن والدتنا الله يرحمها. الله يرحمها. ومفروض عن جدي يعني. تمام؟ الو. ايوه يا فندم سامعينك، بس بعد اذن حضرتك توطي التلفزيون شويه. اه حاضر. شكرا. كده تمام؟ تمام جدا. هو احنا دلوقتي بالنسبه للميراث بتاع ماما، الخلاني مش قادرين يدونا الميراث وبيقولوا ان هو ده مش من حقكم والكلام ده كله، احنا رافعين قضيه من 2011 لغايه دلوقتي مش عارفين ايه الحل يعني. حاضر. الميراث تبقى للاعلام الشرعي الصادر من المحكمه. ايوه، احنا ما نقدرش نقول ليها حق او ما لهاش حق، عشان هي ما قالتش الافرع ايه والاصول ايه وكذا وكذا. تمام. لكن نقدر نقول في اعلام شرعي ليها نصيب، النصيب ده تقدر تاخده تماما من الاعلام الشرعي، هيبقى نصيبها واضح من الاعلام الشرعي. نصيبها ايه بالظبط؟ بيبقى بالظبط. طب في رساله جات لنا على الاس ام اس بتقول في واحد خد وصل امانه حكم ب3 سنين بوصل امانه، بس عدى عليه كتير قوي يعني ما جابوهوش، فهل ده يسقط بالتقاضي؟ اه يسقط بعد 3 سنوات. يسقط ملوش حل تاني من قضاء الدعوه الجنائيه بمرور 3 سنوات على الحكم الغيابي. يعني يا استاذ افرض حد راح عشان ضبط واحضار حد وعندي ماطل وما راحش بيمشي هو بيهرب. بيهرب؟ اه بيهرب. يفضل هربان كده؟ بيفضل هربان 3 سنين. 3 سنين لحد ما يسقط العقوبه خلاص. طيب معانا الاستاذ فتحي. الو. افندم. اي فندم. افندم عندي عمري فندم
بس استاذن حضرتك توطي التلفزيون شويه بعد اذنك. ايوه استاذ فتحي معاك. طيب بيكلمني بيقول لي عليك 11000 جنيه. لا ما سمعناش من الاول معلش. البنك المصري الاهلي المصري اه تقول عليك عليك 11000 جنيه بتوع ايه؟ ما اعرفش فجأة كده بعت لك جواب قال لك انت عليك. بيكلموني في التليفون بقول له انت فرع ايه؟ ما بيقولوش. يبقى اي حد بيعكسك او اروح البنك الاهلي الرئيسي او البنك الاهلي اللي هو فرع التعاملات بتاعك يسعى على الكلام ده. استاذ اشرف انا مش عايزه اتقل عليك اكتر من كده لان انا عارفه ان انت تعبان والله وجاي لنا وحياة ربنا ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب ربنا ما نتحرمش منك ابدا 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 ربنا يخليك بشكرك جدا 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 ويا رب الزمالك يكسب يا رب يا رب بجد والله يا رب والله العظيم من قلبي يعني انا قلبي مش اسود وربنا انا قلبي احمر بس خليه في الماتش بتاع الزمالك الحد الجاي ابيض ماشي يا باشا ما انا انت عارف وبعدين بخطين حمر ايه يا استاذ اشرف انت عارف ان انا بهزر هو بس الراجل خد الفكره انك بتتكلمي جد لا والله ما احنا قبل البرنامج حتى كنا بنتكلم على الماتش طيب اتمنينا انا وانت والله العظيم انا متمنيه انهم يكسبوا والله كل الاهلاويه اعتقد كل الاهلاويه بتتمنى الزمالك اكيد اكيد ان شاء الله يا رب واحنا اتنين منهم طبعا من اللي بندعي للزمالك انه يكسب يا رب يا رب ثلاثه أهو شايف حسن بيشاور ثلاثة شايف حسن زملكاوي أصلا ما هو ده لا ده زملكاوي إيه؟ ده زملكاوي طب هو إيه إحنا ما زقناش من شايف حسن لما خرجنا من البطولة الأفريقية فاكر؟ ده جاب فاكر؟ ده يعني مش عايز أقول لك كمان فينا إيه ولكن إحنا برضو بنتضامن ده جا جايب تورتة لا ده فرح من حقه لكن يفرح في الأهلي يتغلب لا مش ما هو حقه. أيوه ما يوم ما الأهلي اتغلب جاب تورتة ما إحنا ما كناش منها لا ما ولا يوم روح بيها هو الواحد لا يعني يا كل الاستوديو أهلاوي ميرسي قوي يا أستاذ أشرف ربنا يخليك ربنا يخليك دلوقتي بقى هنروح لفقرة السوشيال ميديا